وربما صحت الأسلام بالعلم في بعض الأحوال تكون العلة لها المرض في فائدة المريض، فيكون نتيجتها أنه في بعض مرض ثاني عاين عند الطبيب فعاينه فقال عطفت فيه مرض آخر خطير يجب أن نتارك من الآن مع العدو بدع قبل ما يستأخر، وقال عالجني فعالج في المرض الصغير وفي المرض الذي كان قد بدا. فمع هذا وربما صحت الاجسام بالعلم اي بسبب العله وهو المرض الصغير الذي جعل الانسان يعرف نفسه على الطبيب، فالطبيب عاينه وبالشافه فوجد فيه مرض ما قد استاني به وعاد بدع، فيقول قد لدينا مرض اخر فسنعالجه قبل ان يستاخر قبل ما ان يستمر، فعالجه فهذا يشتغل عليه دور المتلبي. وربما صحت الاجسام بالعلل، كان بعض الملوك في بطنه القولنج، مرض القولنج الذي يسمى التوتة الزايدة، كان دائما يشكي من القولنج أي من التوتة الزايدة، وكلما يقول لها الطبيب لازم أننا نعمل عملية نستأصل هذا التوتة الزايدة، لأنه في أيام العرب كانوا يستطيعوا يعالجوا لا ندري بأي علاج يعالجوا التودة الزائدة، يفطروا البطن هذا ويبعدوا ويقصوا هذا البطن الذي يسموها التودة الزائدة ويسموها الدولة. الملك ما يرضى يقول أيوجعني ستوكل على الله ما لشيء يدي لي أدوية آخر الذي تهدى. جاء واحد معتدي على الملك حتى سكينة خلى الملك لو ما خلت قبل واحد فدائي طعنه ما وقعت الطعنه الا في التوته الزائده درعتها، فمرض عالم الملك ما خلت ما عبش عمليه ولا شيء. هذا يسكن عليه قول الشاعر وربما صحت الاجسام بالعلم، يعني ان في بعض الاحوال يكون مريض ومريض حبيب وبعدها يكون هناك سبب. هذا لما جاء واحد يشتي يقتله لكن تعب من صالحه، ولا مثل الطبيب الذي بيداوي لاجل اليمسى او لاجل شيء فاكتشف فيه مرض فقال عذاب تعبي مرض خطير احنا نعالجه قبل ما يستاخر. قال ثم انه تاركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي انزله عليهم امنا منه ورحمه، والنعاس في الحرب على كثره والغم كما انزله عليهم من قبل، واخبر انهم لم يصفوا ذلك النعاس فهو ممن اهمته نفسه لا دينه ولا نبي واصحابه، وعنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الذي قد عيش من النصر هذا ما نمشي، والذي تنجى من الله انه سينصرهم هدأت اعضاء الصلاح، وقد فسر هذا الظن الذي لا يؤمن بالله بانه سبحانه لا ينصر رسوله بعد انه سيضحك وانه يشربه الكف هذا المشركين رجالا، وقد فسر ظنهم ان ما اصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمه لهم فيه، ففسروا بانكار الحكمه وانكار القدر وانكار ان يجب ما في الرسول ويكفروا على الدين كله. قالوا لو كانوا سمعونا ما قدروا، قال هذا الله ان الموت سيدركم ولو كنتم في بيوت مشيده.
النصيب. في علم الله أنهم سيموتون في هذه الأيام. وهذا هو الظن الصواب الذي ينهى المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن الصواب عليهم دائرة الصواب. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا في المشركين والمنافقين. وإنما كان هذا ظن الصواب وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاتها العليا وذاته المبرأة من كل عيب وذنب، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتبرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يكذبه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالب. فمن قنع بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويذكرهم بأعدائهم ويسرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه لدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إذا لم تستقر ينضحل بها التوحيد والحق اضلالا لا يكون بعده أبدا. هؤلاء هم الكفار والمنافقون. كانوا يقول صحابة صيف عن كريم تكشع ما أشك شيء ولا أيتم من الرسالة شيء ولا أتقبل الرسالة. من ظن هكذا فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يريد بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تابى ذلك وتابى أن يذل حجبه وجنده، ولكنه يمتحنه إذا عصوا يمتحنه، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين به أو العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف نبويته، قالوا له استمعنا وما خرجت ما قدره وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون كثر ما كثرهم ذلك وغير الحكمة حالها وغاية محمودة يستحق الحق عليها، وعند ذلك إنما صدر عن مشيئة مجددة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحق إليه من فوتها، وعند تلك الأسباب المكروهة المفضي إليها لا يجلس تكثيرا على الحكمة لإصلاحها إلى ما يعرف، وإن كانت مكروهة له فما كثرها سدى ولا أنشأها أبدا ولا خلقها باطلا. ما عمل الله أي شيء خلقه إلا في صالحهم، وليس عبثا ولا باطلا ولا سدى. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظنوا فيما يستهزئ بهم وفيما يفعل بغيره، ولا يسأل عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسمائه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن جن من رحمته وأيسى من روحه فقد ظن به ظن السوء الذي يصبر رحمة الله. هذا قد ظن بالله الظن السوء، ومن جود عليه ان يعذب اوليائه مع احسانهم واخلاصهم واخلاصهم ويسوي بينهم وبين اعدائه فقد ظن به ظن السوء. هذا بينبه الى بعض الاشاعر قالوا ان لله سبحانه وتعالى ان يامر بما يشاء وان يفعل ما يشاء،
حرام حتى أن يعذب المسلم المؤمن. وأعظم خالق لعلمة الله أن يعذب المؤمن المخلص الدين ويجعله هو الكافر على الصواب. هذا بذنبه ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا ينزل إليهم نزله ولا ينزل عليهم كتبا بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن ظن السوء. الفلاسفه الذي قالوا لا حاجه الى الانبياء ولا الى الرسل ولكن يحتاج الناس الى فلسفه والى حكم والى عقل. هكذا بعض الفلاسفه كانوا يقولون هكذا. ومن ظن انه لن يجمع بيده بعد موتهم للثواب والعقاب في ذلك يجاهد المحسن فيها باحسانه والمسيء باساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويفهم العالمين كلهم صدقا وصدق رسله وأن أعداء كانوا كاذبا فقد ظن به ظن السوء. الجاهلية الذي قالوا أن إن هي إلا حياتنا الدنيا ما مصباح ولا كيان ولا جنة ولا دار ولا عقب ولا شيء. قالوا هؤلاء الكفار في أيام بعض الكفار في أيام الجاهلية وبعض الطبيعيين الماديين العلمانيين الذي لا يقولوا بالآخرة ولا يقولوا بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث. يقولوا أن الإنسان ينجح وروحي ينجح مثل ما يبلى الثوب. ومن ظن أنه يضيع عليه عمل الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على انتظار أمره ويبذل عليه بلا سبب من عرف أو أنه يعاقبه بما لا صنع به ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله وسبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداء الكاذبين عليه بالمعجزة الذي يؤيد بها أنبياء ورسله ويجريها على أيديهم يظنون بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل سافلين وينعم من استفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه. قال بعض الأشعريين أن لله سبحانه وتعالى أن يدخل المؤمن الصادق النار وأنه يدخل الكافر الجنة لأن الله سبحانه وتعالى لا يعترف فيه ولا يعني نعجل ولا نتفلسف فيه على البائسة. كان هذا ما يسكتش هذا بالعكس أنه يعاقب المحسن ثم بعد ذلك المحسن يعاقبه ويحسن إلى من كان قد أساء ولا يعرف ابتلاء عظمه ومعاخر الله بخبر صادق وإلا فالعاقبة لا يرضي بقبعات الله وحسن الآخر وقد ظن به من نفسه. ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره الباطن وتشبيهه وتمزي وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدا وأشار إليه إشارات ملجزة لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يصحبوا أذهانهم وأقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله ويتضرر له وجوه الاعتبارات المستقرة. هذا بينبه إلى المعتزلة لأن المعتزلة يأول أكثر الآيات. يقول الله يد الله فوق أيديهم يقول يعني قوة الله ويقول بل يداه مبسوطتان أي نعمته مبسوطتان ويقول في قوله الرحمن على العرش استوى المراد استولى على العرش. الزمخشري وغير من المعتزلة يأيدوا هذه الآيات بينما السلفيين ومنهم ابن تيمية وابن القيم يقولوا
بمعنى استولى، ويقولون أن الشاعر قال إذ استوى بشر على العراق من غير جزل ودم مهراق. هذا تأويل، لا نسلم أن هذا الشعر عربي، وأنه ليس من الكلام العربي الذي احتج به، لكن نقول آمنا بالله. وكذلك ألف لام ميم، الله أعلم، لا نعرفها أبدا، لأن بعضهم قال في ألف لام ميم وفي ألف لام راء وفي كاف هاء عين صاد وفي ألفاظ مثل ما نوت وقاف وحاميم وغير ذلك، أنها قال بعض المفسرين أنها أسماء السور. الله أعلم. السيد محمد رشيد رضا قال أنها أسماء السور، ونحن نقول الله أعلم. الزمخشري مؤلف الكشاف قال من باب قرع العصا، من باب التنبيه، كأنه يقول أيها العرب لم تستطيعوا أن تأتوا بآية أو بسهولة من مثلي، مع أنه ليس من كلام العجم وإنما هو من كلام العرب شكل من الحروف الهجائية، وهي الألف واللام والميم والراء والطاء والسين والباء والقاف وغير ذلك. فما بالكم لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله، ما ذاك إلا أنه من عند الله معجز. هذا كلام الزمخشري. وبعضهم يقول أنها مشتق من أسماء الله، الألف من الله واللام من لطيف والميم من مالك والطاء من السين من أسماء الله مثل ما هي سين سان من الصلاة والطاء من مالك طه فيه أسماء الله. وقال بعضهم أنها من أسماء الله وأسماء الأنبياء والملائكة، وأنها من أسماء الملائكة، وأن العين من عزرائي، وأن إلى آخره. هذه كلها خرافات. هذه الأفضل أن نقول الله أعلم بمراده بهذه الكلمات. أما ياسين وطه فقد قال بعض العلماء أن طه اسم من أسماء الله، وقيل بمعنى أنها من الحروف المقطعة مثل حاميم وطه. وبعضهم يقول أنها اسم من أسماء رسول الله، وأنه قال يا طه ما عند النار عليك الجرعة لتسقى، وجعلوا اسم، ولهذا سموا ناس في اسم طه على أساس أنه اسم من أسماء النبي. كذلك ياسين قيل أنها من الحروف المقطعة، وقيل معناها يا إنسان بلغة حمية، وقال بعضهم أنها اسم من أسماء النبي، ولهذا سموا ناس باسم ياسين على أساس أن ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، لم يرد أحاديث صحيحة أن من أسماء النبي طه أو ياسين، وردت أحاديث ولكن العلماء قالوا أنها ضعيفة، لكن على قول من قال أن طه اسم من أسماء النبي وأن ياسين من أسماء النبي، سموا أولادهم بعضهم طه وبعضهم ياسين، جاء بعضهم قدوا هكذا سموا ابنهم حامي، عجب أسامي في اليمن الصغير تعرف حامي الحج حامي إبراهيم الحج حامي كذا وكذا. حامي هذا لا ندري كيف هو الله وسلم، لأنه من الحروف المقطعة، ما قال أحد أنه من أسماء النبي مثل ما قالوا في طه وياسين، قالوا بعضهم أنه من أسماء النبي، فلهذا تبركوا بهذه الأسماء وسموا أولادهم طه وياسين، لأنها قد وردت أحاديث وإن قالوا أنها ضعيفة. لكن أما لو
ولكن قالوا أنها أحاديث ضعيفة. الأولى نقول آمنا بالله. حال ما نشوف هذه الآيات زاد أولها. وتأويل على غير تأويل ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستقرة والتأويلات التي هي بالألفاظ والأحاجي أشبه منها بالكسب والبيان. بعضها تأويلات عبارة عن ألغاز، أن القرآن بيأتي لنا ألغاز، عسنا ألف لام مما معناها، وأحال في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وعلى أهلهم، لا على كتابهم أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي يصرح به. ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم باعتقاد الباطل فلم يفعل بل سلك بهم سلام طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء فإنه إن قال أنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به ووزنه فقد ظن بقدرته أعجز وإن قال أنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يؤمن بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء وظن انه وسلفه عبروا عن الحق بصريحة دون الله ورسوله وان الهدى والحق في كلام وعبارته. هذا بينمح الى الصوفيه الذين يقولون بوحده الوجود وهم اصحاب محيي الدين ابن العربي وابن الفارض وغيره. الصوفية هذا يقولون بوحدة الوجود، قالوا الله وكل شيء موجود في الدين في الدنيا. هذا المسجد جزء من الله، الفراش جزء من الله، الياجوج جزء من الله، البيت جزء من الله، الزراعة جزء من الله. هذا لهم الصوفية. والذي يقول أن طريقتهم أن يأخذوا عن أوليائهم ولا حاجة إلى أنهم يأخذون على الأنبياء، ويقول في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. العذاب قالوا مش هو العذاب هذا، أن العذاب مشتق من العذوبة وأليم ليس من الألم ولكن من الملاعنة. وقالوا إن الذين كفروا ولا يعملون بفعل سنة النبي وبكلام النبي وبحجة النبي وهم الأولياء هذا الذي يعتقدون في الأولياء ولا يعتقدون في الأنبياء، بشرهم بشيء عذب ملائم لهم. هذا الذي أول القرآن الصوفي هو بيلمح إليه، قال وظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم. وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهر التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام التهوجي. التهوج كالتهور وهو الوقوع في الأمر بغير روية، والمتهوج الذي يقع في كل أمر وقيل هو المتحير. وفي حديث جابر الذي أخرجه أحمد في المسند أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نسمع حديث اليهود تجبنا أذكرت أن نكتب بها بعضها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوجون أنتم كما تهوجت اليهود والنصارى أو تعملوا بشيء تستحسنون وتخالف الشريعة كما فعلت اليهود والنصارى لقد جئتكم بهذه الشريعة بيضاء نقي ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. وهو حديث حسن له شاهد من حديث عبد الله بن شتان عند احمد واخر من حديث عمر عند ابي على ان بينها ان نقرا القبرات او نعتقد فيها. وقال ما حدثكم اهل الكفر فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ربما تكذبوهم وفيها بعض حق وربما تصدقوهم وفيها بعض باطل. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
ما أتاكم بها النساء فلا تطلبوه ولا تكذبوه. فذلك كلام المتعبد إلى الحياة هو الهدى والحق، وهذا من أسباب المن بالله. وكل هؤلاء من الظانين بالله لن يشعروا، ومن الظانين به غير الحق. فإن الجاهلية ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أنه كان معطلا من الأجل إلى الأبد عن أن يفعل ولا يصف حينئذ بالقدرة على البعث ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء، لأن بعض الفرق الفلسفية قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن قادرا على شيء ثم كذب. الله قادر في الأزل لا ندري. آمنا بالله ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودة، لأن بعض الفرق قالوا إذا كان الله يسمع فيحتاج أن نقول أن له أذن، وإذا قلنا أنه يبصر فيحتاج أن يقول له عيوب. بناء على ذلك فنكون مشبهة ومجسمة، ولهذا نقول الله أعلم. المعتزلة يأولوا جميع الصفات مثل السمع والبصر وغيره، والحشوية يعملوا بظاهرها فأصبحوا مجسمة. أما السلفيون فيقولون آمنا بالله ولا علم الوجود ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا عن شيء من المجازات الحياة فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به وأنه لم يكلم أحدا من الأرض ولا يتكلم أبدا، لأن الكلام يحتاج إلى لسان، وإذا كان معه سبحانه وتعالى لسان فهو جسم. ولهذا يقولون أنتم مجسمين، والمجسمين هو الذي يقول أن لله لسان حقيقة وسمع وأذان وبصر وعين، والمعولة الذي يتأولها ويقول يد الله أي قوة الله، ويقول في نفس الآخرة يقول بتأويلها. والظاهر أن نحن نقول آمنا بالله. الرحمن على العرش استوى، قيل للإمام مالك ما هو الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف أي مجهول، والسؤال عن هذه المسألة بدعة. فإذا قيل لنا ما معنى الرحمن على العرش استوى، نقول الاستواء معلوم ولكن الكيف في حق الله سبحانه وتعالى مجهول، والسؤال عنه بدعة لا حاجة إليه، لأن الصحابة والتابعين آمنوا ولم يؤولوا ولم يقروا علم التأويل ولا علم المعاني والبيان ولا قروا المدور ولا الأطول ولا غيره، أغناهم إيمانهم ويقينهم عن درس مدور، عن درسهم لمدور وأطول في علم المعاني والبيان الكتاب المدور لسعد الدين التستاذاني، وعاد على حاشي اسمها الأطول على المدور. قال سيد محمد الأمير إن آمن بالله ولا نعول، وقال أن الصحابة الأول والتابعين أغناهم إيمانهم ويقينهم عن درسهم لمدور أو أطول لا درس ولا شيء. فينبغي لنا في آيات الصفات أن نقول فيها آمنا بالله. إلى قال أن كان المتلقي شاعرا إسلاميا، وهو صحيح أنه قد تعلم والتصفي في المتنفي، نعم في أول شبابه بلغ بهذا إلى أنه اتعن نبوة ولقب به، ولا اسمه أحمد بن الحسين الكندي
مولاه، ثم بعد ذلك عدل وبدي يمدح سيف الدولة في حلب فيرضيه ويمدح دولة أهل مصر. الأخشيدي ملك مصر فأعطاه حواله وقال قالوا لما يشوش منك حوال فلوس يشتي توليه على بعض الأقطار المصرية، يكون واليا على الإسكندرية أو واليا على أسوان أو غيره. قال أنا ما أوليش، أنا أعطي فلوس ويرحل. عارض محمدا صلى الله عليه وعلى وسلم في نبوته، فربما يعارضني في سلطنتي وملكي. قالوا لي رحلة بزعي يده بعد ما مدحه. من علم الأسود البخصي مكرورة؟ لأنه عبد بخصي هذا الأرض. من علم الأسود البخصي مكرومة؟ آباء البسيط أم آباء القيمة؟ أم إذنه في يد النحاس، النحاس الذي يبيع العبيد والجواب؟ أم إذنه في يد النحاس دامية؟ هكذا الشعراء يمدح لو ما يطلع للسماء، ولا يرجع يذم لو ما هذا الضم. هذا هو المتنبي. من هم الحشوي وإلى من ينتسبون؟ هذا الحشوي الذي يقبل كل شيء ولا يتعظم ولا يعقلهم، إنما سموا حشوي لهم جامد مغفلي، سماهم الحسن البصري. قال هؤلاء القوهم في حشو المسجد، في ضرب المسجد شو انقضى، لا يدري وش تبقي، سماهم حشوية. كتب قرروا كله ما مذهب الإمام الشوكاني في الأسماء، في الأسماء مذهب أننا نؤمن. قد ألف رسالة سماها التحف في مذهب السلف. جاءت أسئلة من مكة المكرمة إلى صنعاء اليمن يسألوا عن آيات السباع، فأجاب عنها بعض العلماء المعتزلة الزيديين مثل ابن حريم والسماوي بأنه يأول الله ويعمل بها ويعمل بها. وأجاب الشوكاني برسالة قال في سماها التحف في مذهب السلف، وقال نقول آمنا بالله ولا نقرأ علم أصول الدين ولا الفلسفة، ويكفينا القرآن والسنة. إلهنا جميع طاعاته ويخلد ربه العذاب، فما يخلد من لا يرقبه طرفة عين، وقد استنفد ساعة عمره في مساكنه ومعاداة نزوله ودينه وتطمن به الظن. هذا بيلمح إلى المعتزلة والزيدية. المعتزلة والزيدية قالوا أن الفاسد وهو شارب الخمر أو الزاني أو العاق لوالديه أو شارب الزور أو الفارق من الزحف أو الساحر، هؤلاء الذي يسميهم الفساد عند المعتزلة والزيدية أنهم يخلدون بالنار، وعند أهل السنة قالوا أنه لا يخلد في النار، بل بعضهم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويحتجون بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا فهو تحقيق المشية، إن شاء الله أن يعذبه عذبه، وإن شاء أن يعفو عنه يعفو عنه. كما يقولون أيضا أن الشفاعة تكون لأهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يخلد في النار هو الكافر، أما المسلم الفاسد فإما بعضهم تحت المشية وإما بعضهم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يخرج من النار
أي أنها وردت أحاديث في صحيح البخاري تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن بعض المسلمين سيخرج من النار بعد ما يعذب مدة ثم يخرج من النار. هكذا قالوا. قال أهل السنة جعلوا الناس على قسم ثلاثة أقسام. قسم مؤمن خالص الإيمان سيدخل الجنة، وقسم كافر خالص الكفر أو منافق خالص النفاق يدخل النار، والثالث قالوا هو مسلم ولكنه فاسد، بعضهم كالمشيئة يغفر الله له إن شاء أو يعذبه إن شاء، ويقول بعضهم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والثالث يدخلوا النار فيعذبوا مدة ثم يخرجوا. أحاديث وردت في صحيح البخاري تدل على أن هناك من المسلمين من يخرج من النار. جاء ومن جملة فمن قرن به خلاف ما وصف به نفسه ووصف به رسله أو أبطى حقائق ما وصف به نفسه وصف به برسله وقد قرن به قد نفسه، ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائل يربع حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتكلمون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائل بينهم وبينهم فيدعونهم ويحيون ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويحبونهم. فقد ظن به أكبر حقاً وأسوأ. الكلام الأول في لمح إلى النصارى الذي قالوا أن المسيح ابن الله، وإلى بعض اليهود الذي كانوا يقولون عزير ابن الله. والعبارة الثانية يلمح إلى الصوفيين الذي يهتفون بالأموات ويعتقدون بالأموات والأولياء الذي قد ماتوا أنهم يشفعون لهم عند الله وأنهم واسطة ما بينهم وبين الله. وإلا فالله أرحم الراحمين. يقول يا الله ولا يجوز له أن يقول يا ابن الله، يا مهدي، يا طنطاوي، يا السيد البدوي الذي في طنطا، أو أبو العباس المرسي الذي في الإسكندرية، أو عبد القادر الجيلاني يعتقد به أهل العراق وأهل الهند والسند وغير ذلك. هذا ما أنزل الله في رسول الله، لا يجوز بل يقول يا أرحم الراحمين. ويونس ابن متى حينما أكل الحوت فأصبح في ظلمات ثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودعا إلى الله قال يا الله نجني، يا الله خالجني. خلاص استجاب الله، قال الله تعالى فاستجبنا له. وليس له خاصة بل للمؤمنين. هكذا ينبغي للإنسان أن يدعو الله رأسا ولا يتوسط جاه الأنبياء والمرسلين ولا الأولياء ولا الصديقين، لأنهم قد ماتوا وقد عاد أعمالهم قد انقضت. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتكلف إليه فقد ظن به خلاف حكمته،
وخلاف موجب أسمائه وصفاته وهو من النسب. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجل شيئا لم يعوضه خيرا منه أو من فعل لأجل شيئا لم يعطه أفضل منه فكم ظن به ظن السوء الذي ييأس من رحمة الله. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه من أي جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ورحمة الإرادة فقد ظن به الذنب نفسه. لأن بعض الأشاعرة يقول أن لله سبحانه وتعالى أن يعذب المؤمن وأنه يرجي الكافر. هذا ظن السوء لأن الإنسان المعظوم لا يفعل هكذا فضلا عن أرحم الراحمين. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله مستعانته وتوكل عليه أن يخلاه يخيبه ولا يعطي ما زال فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. الله سبحانه وتعالى يستجيب الداعي ولا سيما إذا كان مظلوما فظلمه على نفسه. ومن ظن به أنه يصيبه إذا عصى ما يذل به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه فقد ظن به خلاف ما تقتضي حكمته وحجته وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوقع في معاصي ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو أجلا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء ذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. ما انفعش الولي سواء كان الولي حي او ميت لا يرفع كل انسان الا عمله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم اعملوا لانفسكم فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب اعمل لنفسك فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمه بنت محمد اعملي لنفسك فاني لا اغني عنك من الله شيئا. لا ياتيني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابكم فلا ينفع احدا الا عمله. ومن ظن به انه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اعطاه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته وابتلاه بهم دائما يقولون فلما مات استبدوا بالامر دون وصيه فظلموا اهل بيته وسلبوهم حقهم واذلوهم وقالت العز والغضب والكهل لاعدائه واعدائه دائما من غير جرم ولا ذنب لاوليائه واهل الحق وغير كهرهم لهم واعقب واصبح الرجال حقهم وتبديلهم دين نبيه وهو يقدر على نصرة اوليائه وحزبه وجنده ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل اعداءهم عليهم ابدا او انه لا يقدر على ذلك بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته ثم جعل المبدلين لدينه لدينه مضاجعين في عهدته صلى الله عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة. هذا كل في لمح إلى الرافضة الذين يسبون أبو بكر وعمر وعثمان ويقولون أنهم اختصموا الخلافة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنهم عصوا الله ورسوله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا أن ما بعضهم بالغ وقالوا أن جبريل غلط في الرسالة وهو مرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسلم الرسالة مرسل إلى علي صلى الله
سلم الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عاد حينا الرافضة عاد فرق، بعضهم انتقدوا علي بن أبي طالب، قالوا ما لما يطالب حقه، احرجنا وخلينا نعادي الناس لأجله، قالوا لو قد كان رجل فقير وحازم وشجاع أنه طالب حقه ولا يخرجنا. هذا مذهب الخطابية، وهو آخر ما نطق به القاضي حسن الهبل من شعراء اليمن، بل هو أبلغ شاعر في اليمن، وكان مذهبه رافضي يسب الصحابة، وقد روي عن أنه في حال موته قال ألقي الشعر عند علي بن أبي طالب، ما له ما يطالب الحق بنفسه، ولكنه ترك مطالبة أبو بكر وعمر وعثمان، خلانا نطالب من عاد الناس لأجله. هذا الرافضة يسموهم الخطابية، لأن فرق الرافضة كثير، فقد ظن به أجمع الظن وأسوأ، سواء قالوا أنه قادر على منصره ويجعله الدول موظفا، أو أنه غير قادر على ذلك فهو قادح في قدرته أو في خدمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا بغير إمام ظن به ذلك غير محمود عندهم، أي محمود عندهم، والواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن فهذا الظن الباطل بخل أعظم منه، واستجاروا من الرب بالنار، فكانوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه. العذر أتبع أن الله معذور أنه لا يقدر أن يفعل، فإنه لا يقدر على إفعال عباده، ولا هي داخلة تحت قدرته. فظنوا الظاهر بما ظنوا إخوانهم المجوس والثانوية، ربهم وكل مبطل وكافر ومبتدع مكهول مستدل، فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظهر والعلو بالخصومة، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، ظن السوء فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبعوث مبعوث الحق ناقص الحق، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حالي يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجادل على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة سفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الدنا، فابدح جنات من شئت ينبئك اسراره عما في جناته، ولو فتشت من فتشته لرايت عنده تعصبا على القدر وملاءمة له وملامة له واجتراحا عليه خلاف ما جرى به، كما قال
مذاهب كم عالم عالم أعيت مذاهب وجاهل تلقاه مرزوقا قال كم من علماء وكم من حفراء وكم من أذكياء وكم من ما لقيش رزق الذي يتناسب بمنعاك بعد وجاهل أعظم الجاهل وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هكذا قال ابن الراوندي هذا الذي خير الأوهام حائرة وخير العالم الزنديق وسالم وخير العالم النحرير زنديقا هذا ابن الراوندي كان مسلما فيلسوفيا استاد بها الفكر واستاد بها الالحاد الى انه ارتد واصبح زنديق وكان يالف لليهود مؤلفات ضد الاسلام هذا ابن الراوندي الزنديق وانه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا ومستقل ومستقدر وبدش نفسك على انت سالم من ذلك فان تنجو منها تنجو مني عظيمه والا فاني لا اخالك ناجيا اذا نجيت من هذه الوسوسه ومن هذا من هذه العقيده فانك تنجو من ذنب عظيم والا تنجو منها فاني لا اظنك الا ناجيا والا فاني لا اخالك لا اظنك ناجيا اذا كنت سيء الظن بالله سبحانه وتعالى فليعتن اللبيب الناس واحد ذات السيئه الاولى يظهر ان الاصل بالكلمه هو وظنوا به ظن السوء ينبغي بدل بن هذه وظنوا به ظن السوء وظنوا به ظن السوء وما قلنا بل ظنوا ظن اخوانهم بل وماذا ظن السوء وظنوا به ظنوا به ظن السوء قال فليعتن اللبيب النافع لنفسه بهذا الموضع وليتب الى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء وليظن السوء بنفسه الذي هي مواه كل سوء ومنبع كل شر المركب على الجهل والظلم فيا أولاد ظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغناء التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه ذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وافعاله كذلك كلها حكمه ومصلحه ورحمه وعدل واسمائه كلها حسنى الكتاب موضوع في هدي النبي وهذا خرج لا شيء اخر يفسر الايه التي في سوره الفتح ظن السوء وفسرها بعشرين صفحه فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظنن بنفسك ظن خيرا وكيف بظالم جان جهول وقل يا نفس ما هو كل سوء أيرجى الخير من بيت بخيل
وظن بنفسك السواء وظن بنفسك السواء وظن بنفسك السوء تجدها حقائق وخيرها هذا المستحيل وما بك من تكن فيها بخير وتلك مواهب الرب الجليل وليس بها ولا منها ولا من الرحمن فاشكر للدليل هذا يظهر انه من شعر ابن الزين يظهر انه شعر عالم لا شعر شاعر لان شعر العالم يكون اضعف من شعر الشاعر والمقصود ما ساكن الى هذا الكلام من قوله وطائفه قد امنتم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه افيهم بفسر آيات التي في سورة آل عمران التي مخصوص قال ثم أخبر عن الكلام الذي صدر أفضل منه الباطل وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما كتبنا هاهنا يعترضوا على الباري أليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله ولو كان ذاك مقصودهم بالكلمة الأولى للازموا علي ولما حسنت عليكم قل إن الأمر كله إن الأمر كله لله ولا كان مستناس الكلام ظن الجاهل ولهذا كان غير واحد من المسلمين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القدر ولكان النصر والظفر لهم فأعتقبهم الله عز وجل بها فضلا الباطل الذي هو ظن الجاهلية وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن في التفادي أنهم كانوا قادرين على دفعه وأن الأمر لو كان إليهم لما أنفذ القضاء وعظم الله بقوله قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاءه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق وما شاء الله كان ولا تشاء الناس أن أبوا وما لم يشاء لم يكن شاء الناس أن لم يشاءوا ما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني حكاما لكم الذي لا سبيل إلى دفعه سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم أولا أنكم لو كنتم في بيوتكم وقد حجب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن إذا قد قدر الله أنهم يموتوا في هذا اليوم وقد كانوا يموتوا ولو كانوا في بروج مشيدة وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدر النواة الذين يجودون أن يقع ما لا يشاء الله وإن يشاء وأن يشاء ما لا يقع هذا الذي يقولوا قد علموا في علم الله شيء ثم يخالفه ويقول ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالاشياء الا اذا قد وقع وانه لا يعلم الغيب مع ان الله سبحانه وتعالى عالم في كل انسان هل يعيش ومتى سيموت فيشيء لها الموت ولو قد كان في وسط بيته إذا قد علم الله أن عمره سينقضي في اليوم الفلاني فاصل ثم أخبر سبحانه عن حكمة الأخرى في هذا التقدير هي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختيار ما فيها من الإيمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه ثم يقول اللسان مغرفة القلب
الإنسان الذي كلبه على شيطانه ما يستمر لو قد خرجت كلمة في لسانه وهو لا يريد لأنه بغير اختياره تصرف عليه كلمة. ثم ذكر حكمة أخرى وهو التوحيد ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقية وتهذيبه. فإن الذنوب خالطها بغلبات الطبائع وبين النفوس وحكم عدو تدين الشيطان واستئناف فالمعرضات ما وجع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. قال وتركت في عافية دائما مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتوحد منهم. فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالتواء الكليل من عرض له الدار إن لم يتتاركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده وإلا خيف عليه منه الفساد والعرض. فالطبيب جمع الدواء ولم يضره لأجل يرجعه. وهذا يأتي الإنسان يأتي الله بالمحن للإنسان لأجل يجربه ولأجل يعوضه إذا صبر. أما إذا هي نعمة بعد نعمة وراحة بعد راحة فيخاف الإنسان لأن الإنسان لا بد من مر قريب ومر فقير ومر حال ومر مسرور ومر قاسي ومر كذا ومر كذا. وأما إذا هي بسبرك تماما دائما فإنه يخشى سوء الخاتم أن يفعله. ولهذا روي عن الإمام شرف الدين أنها كانت الدنيا تسبرل في كل شيء في تعجب كل بسبرين النصر بسبر والعلم بسبر وكل شيء بسبر. لما ختم ولدك كان معه ولد هذا الولد كان في غاية من الذكاء اسمه عبد القيوم في 11 سنة وقد بيذاكر العلماء في المسائل العلمية وقد أصبح حافظا للقرآن غيبا فحافظ القرآن غيبا وعمل الإمام شرف الدين له وركب فوق الصاع والناس بيزفوا فرصا في ساعة قاعد في ساعة وطرح وقتله وطرح الولد إلى القاع ودسعوا ومات حالا. والضيوف الذي كانوا أيضا ضيفوا اجتنبوه بعدها معزيين ورثاه شرف الدين بقوله بأبيات وكنا في زفاف الخد نسعى فقال الله زفته إلي. هكذا قال كنا بنختم بنزف لأن نختم القرآن قال الباري زفه إلي. ثم قال الآن عرفت أنني سيد لأن السيد ممتحن واختر. وبعدها جد له محل لا أعظم منها أبدا جد لجيوش بني دار وجد لجيوش الدولة العثمانية وجاله الإمام ابنه المطهر بن شرف الدين أعلن العصيان والتبرد على والده وعمل انقلاب على والده وحاصر الجناح حتى يقضي على والده إلى آخره. وبعد أخيرا عدل المطهر ابن شرف الدين والده شرف الدين ومات وهو معزول مشهو داري حتى أنه كان يعيش في الضفير في ضفير حجة وابنه في إثلاء المطهر ابن شرف الدين. وشمس الدين ابن الثاني الذي كان يحبه ويؤثر على المطهر مات وما أدريش بموته. قالوا الراعة تقولون إيش تحرقوا دمه. مات
الإمام شرف الدين بعد ولد الشمس الدين، وما أدريش أنه مات قبله، وبعد يعني جريت للمحن حتى كان بعض الفقهاء يواسي مواسى بالطعام وبالأشياء أخرى، وهو كان ملك اليمن، لكن توهم أن الدنيا تبقاها كذا، ما تبقاها. بعد من الناس يوم فقر ويوم غنى، يوم عدل ويوم تولية، وإلا فالإنسان يختار. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم أنه بسبب كسبهم وذنوبهم استدلوا بالشيطان تلك الأعمى حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة. إن الأعمال جند للعبد وجند عليه، زارت حين الأموال تنفعه زارت حين تكون جناية عليه، ولا بد للعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتل بها ويبعث إليه شرية سرية تغدوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغدو عدوه، فأعمال العبد تسوقه كثرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى، ففرار الإنسان من عدوه وهو يضيقه إنما هو يجند من عمله، جند من عمله بعثه له الشيطان واستدل به، مثل ما عضت الدولة سلطان من سلاطين بني بوي، عضت الدولة ابن ركن الدولة، من جملة ما قال عضت الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر، ما قد فشلت سمى نفسه الملك، والإسلام لا يعترف لأحد، الملك هو الله، ولكن يسمى خليفة أو يسمى أمير المؤمنين أو يسمى إمام أو يسمى سلطان. الأحاديث تدل على أن الذي سيتولى على المؤمنين على المسلمين يسمى خليفة أو يسمى سلطان أو يسمى أمير المؤمنين. قالوا وأول من سمى نفسه ملك هو عضد الدولة ابن ركن الدولة في منتصف القرن الرابع من الهجرة في بغداد. أولا سوى نفس الملك والناس انتقدوا عليه لأن الملك هو الله، ثم سمى نفسه ملك الملوك، وكانوا يلقبوه باللغة الفارسي شاهنشاه أي ملك الملوك، وانتقدوا عليه لأن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم، أي إن أخضع اسم عند الله من سمى نفسه ملك الملوك. وقال الراوي وكذلك إذا سمى نفسه شاهنشاه، لأن شاهنشاه معناها ملك الملوك. ثم بلغ به الكب إلى أن قال أنه يغلب القدر، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتر شيء هو يستطيع بقوته أن يغلب القدر. فقال عاضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر، قالوا فلم يفلح، أصيب بالفارج ومات في ذلك اليوم، ما أمسش ذلك اليوم بعد ما بيسمي نفسه ملك الأملاك وبيسمي نفسه ويلقى بنفسه بأنه غلاب القدر. قال يا قاضي محمد بعض الناس يقول يا محمد يا رسول الله عليك يا ولد لا يجوز نداء النبي وقد مات ولا نداء الأولين، ولا يقول يا علي يا حسناء يا محمد، لا ينبغي يقول يا الله يا الله، ما بيش بذلة
الله سبحانه وتعالى كريم لا يحتاج إلى واسطة. الأول فضله والثاني عدله، والعبد يتكلم بين فضله وعدله، كان عليه فضله، بعض فيه حبه، عدل فيه كفاؤه، وهكذا الآية الأولى بقوله: إن الله على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، بعد كون كل من عند أنفسكم، من عند أنفسكم إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل كاذب، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسه، وثم ذكر عموم القدر وأضافه إلى نفسه. فالأول يملك الجبر والثاني يملك القول بإثبات القدر، فهو إشاك القول لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي ذلك قدر فيها هنا لطيفة، وهي أن نكتب في لغة العلماء المسألة الدقيقة، مش هي النكتة التي شاعها الآن في اليمن نقلا عن المصريين أنها المضحكة أو الخرافة أو الكذيبة أو غيره. النكتة ولهذا ثم ألفت اسمه النكات، وهي أن يتوهم الإنسان إذا كان أستاذ النكات أي يتوهم هذا الأيام أنه كتاب في قصص حالية. شو قال إنه في البيت كتاب النكات للقاضي جعفر بن عبد السلام من أئمة الزيدية، ألفه في القرن السادس من الهجرة، وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وهو الإذن الكوني القدري إلى الشرع الديني، كقوله في الشعر: وما أنقضان به من أحد إلا بإذن الله. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤيا، إذا تميز فيها أحد الفريقين من الآخر تمييزا طائرا. ولهذا ورد في حديث ضعيف: لا تكره الفتن فإنها تبين المنافقين، أي تحرق المنافقين وتبينهم، لكن حديث ضعيف. وكان من حكمة هذا التقدير كلم المنافقين بما في نفوسهم، وسمع أنفسهم من هنا وسمعوا كف الله عليهم وجواب لهم وعرفوا مع التقبا وما يرد إليهم كبير صاحبهم سعادة الدنيا والآخرة، فيعود عليهم فساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة البالغة، ونعم على المؤمنين سابقة، كم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعليم بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. ثم عدى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية، وألطفها وأدعاها إلى نظام ما قضاه لها، فقال: ولا تحسبن الذين هجروا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يرحموا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم إلى الحياة الدائرة منزلة القرب منه، وأنهم عنده وجلال الرزق المستمد عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله، وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا. واستشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته، وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم منته ونعمه، بأعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تعاشت في جنب هذه المنة والنعمة، ولم يبقى لها ذر البتة.
إنك وعليك برسالة رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويخرجهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل الإنزال إلى الهدى ومن الشقاء إلى الفرح ومن الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له عبد يسير في الدار في جنب الخير الكريم كما ينال الناس بأذى الوتر في جنب ما يحصل لهم فيه من الخير فعرفهم أن سبب المصيبة عند أنفسهم ليحذروا عنها بقضائه وقدره وحده ويتكلوا ولا يخافوا غيرهم وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموا في قضائه وقدره وليتعرف إليه بأنواع أسمائه وصفاته وسلهم بما أعطاهم منا وأجل كثرهم وأعظم خبرا مما فاتهم من النصر والغنيمة وعزاهم عن كثرة بما فعلوا من ثوابه وكرامته لنا فيه ولا يحزن عليهم ولله الحمد كما وارد وكما ينبغي كرم وجهه وعز جلاله ما قد طولت في موضوع مثل ما طولت في غزوة أحد الجمعة دور فيه ها؟ لكن مش ما الجمعة مش ما هذا قال أنا أحكم شرعي وتأخذ هذه الجمعة فاصل الولد من قدر الحرب أن تبع المشركون فظن المسلمون أنهم كسبوا المدينة لإحراق التلالي والأبواب شك ذلك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإنهم جنبوا الخيل وانتظروا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وشافوا الإبل فإنهم يريدون المدينة فهو الذي نفسي بيده فإن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجدنهم فيها قال علي الفارس في آثاره أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخير وامتدوا الإبل ووجهوا إلى مكة ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موعدكم الموسم ببدر عادوا ما قد جالس بشفار متوعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نعم قد فعلنا اي قد وافقنا على الموعد قال ابو سفيان كذلكم الموعد ثم انصرف هو واصحابه فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تزرعوا شيئا لم تزرعوا شيئا أصبتم شوكتهم فحتهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شافتهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بالناس ونذبهم إلى المسجد إلى لقاء عدوهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال فقال عبد الله بن عبيد أذهب معك قال فاستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعة واستأذنه جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله ما قد كنش من أهل العرب لأنه عمرو بن حرام قال قد خرج هو وقال ولدي جابر يكفي أن أخرج أنا وأن تجلس أبوه الخواتة فبقي أبوه الخواتة فلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج معنا للحق المشركين إلا من قد كان حضر حال الحرب في بقعة أحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا ممن لم يحضر ولكن عذري أن أبي قال لي هو الذي سيخرج وأنا أبدأ أبدأ ثلاثة
أخواتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له خاصة بصفة استثنائية بقوله كان معذورا في طاعة والده، وقال يا رسول الله إني أحب ألا تشبش به إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك، فأذن له وحده. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حضر الأسد موضع على ثمان أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت يسار حليفة، وأقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم. قال أنا قد أسلمت وما قد عرفت قريش أنني قد أسلمت، فأريد أن أنفعك يا رسول الله ماذا أصنع؟ قال سيخذلهم كيف مات. فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فلحقه بالطوحة، ولم يعلم أي أبو سفيان بإسلامه. فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد يعني ما بخبرت. فقال محمد وأصحابه قد حرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم ما